بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، استكمالا للمحاضرة السابقة عن الأنزيم الأسفرنجيز and enzyme for acrylamide reduction in food product، اليوم إن شاء الله حنتطرق لبعض المنتجات الغذائية الأخرى اللي فيها نستخدم الأنزيم للتقليل من كميات الأسفرجينيز للأكريلاميد. فعندي المنتج الغذائي اللي هو الجينجر بسكويتس، اللي هي الجينجر بسكويتس are classified as a short dough biscuits with high sugar and fat. طبعا المادة للمنتج الغذائي هذا في كميات كبيرة من السكر، سكر منتج حلو، وفي كميات أيضا من الدهون، ولكن الماء طبعا هو واحد من المنتجات من الأساسيات اللي موجودة في تحضير البسكويتس، وبالتالي الماء هو عبارة عن الماء اللي موجود بشكل طبيعي في المنتج اللي استخدمنا المواد اللي منتج منها البسكوت، بالإضافة إلى الماء اللي احنا بنضيفه على العشنة الأساسية لتحضير البسكوت. Acrylamide with measure and control biscuits with different water content varied between 530 and 640 بار بير مليون. هذا الأكريلاميد اللي موجود فيها واي ليفل ان انزيم تريتد رينج فروم 60 ل 350. لاحظوا كمية تقليل من كميات الأكريلاميد في باستخدامنا الانزيم الأسبرجين قلل الكمية، لكن هنا احنا بدنا نشوف كمان مرة واحدة من المعايير اللي احنا نتعرف عليها، اللي هي الماء عنصر أساسي أو شيء أساسي في عمل الأنزيمات. يعني الأنزيم لا يعمل في وسط بدون ماء، وبالتالي كمية الماء لها تأثير على عمل الإنزيم لتقليل من كميات الأكريلاميد. The influence of water content in enzyme treated sample is clearly available. By increasing water content from 11 to 19 in a recipe, acrylamide reduction is in the final biscuits increase up to 80%. خلينا نشوف العملية هذه بشكل الأساسي كيف بتحصل. لو احنا زي ما احنا شايفين في الفيجر على المحور الصيني، في عندنا كميات الووتر كونتنت، المحتوى المائي أو كميات الماء. كميات الماء هي عبارة عن ويت على الويت، يعني بالنسبة للمية، يعني 11% ماء، 13، 15 أو 19 الكميات اللي أضفناها. وبالتالي زي ما أنتم ملاحظين في الشكل، لما كان في 11 وهذا الطبيعي اللي موجود، كمية الماء الموجودة في بشكل طبيعي موجود، كان فيها الأكريلاميد حوالي تقريبا أكثر من 500، 520، 540 تقريبا، اللي هي البارت بير بليون. وبالتالي لما زودنا كمية الماء، طبعا احنا هنا أضفنا الأنزيم الأسبرجينيز، وفي كل المراحل هذه أو في كل التقادير أضفنا الأسبرجينيز، ولكن كان في عندي كمية الأسبرجينيز من اللون الأسود، هذا هو كنترول، اللون الفاتح هو بإضافة أنزيم الأسبرجينيز، وهذه تراكيز الأكريلاميد. فمع اختلاف كمية الماء كان عمل الإنزيم الأسبرجينيز أكثر، وبالتالي هو أدى إيش للتقليل من كميات الأكريلاميد. فإحنا نشوف كيف لما كان 11% ماء كان في هذا المستوى من الأكريلاميد، لما كان في تعقوين أو زيادة 13%، لاحظوا 2% الفرق، أدانا تقليل تقريبا بسيط بالأكريلاميد، لكن الأكريلاميد في الكنترول زاد. طبعا ليش يزيد؟ لأن احنا بنستعمل التسخين وبنستعمل الأشياء هذه. وبالتالي لما صار 15% أقل، أكثر أقل من 400، لكن لاحظوا الفرق قديش، لما صار عندي 19% نسبة الماء قل التركيز من حوالي 600 لحوالي أقل من إيش، حوالي 50 بارت بير بليون، وهذه كمية احنا بنعتبرها acrylamide reduction increase up to 80% 90% اللي هو تركيز التقليل حوالي 90%، وهذه طبعا نسبة عالية جدا بالنسبة لتأثير
الانزيم على التقليل من كميات الاسبرجينيز. بالتالي احنا لو بالاشياء الماضيه احنا نقدر نعرف انه الاسبرجينيز ان سيريال فود برودكت بيقلل او بيستخدم الاسبرجينيز has been shown to work between hard and short dough and a temperature حوالي من 10 ل 40 acrylamide reduction من حوالي من 50 ل 90% اللي هي different recipes and processes parameters for cereal food application enzyme performance is dependent upon processing condition for example temperature pH resting time and most importantly why water availability زي ما احنا قبل شوي حكينا لكمية الماء ضرورية جدا لعمل الانزيم. Recommended dosage must be therefore be determined and optimized for each individual application. Incomplete acrylamide removal can probably not be achieved. يعني كميات احنا بنحكي على 90% من تقليل من كميات الأكريلاميد، وبالتالي حتى لو استعملنا الانزيمات طبعا كمية الأكريلاميد مش هتختفي تماما من المواد الغذائية والمنتجات الغذائية. Due to low enzyme and substrate mobility and recipe in with low water content. طبعا دي كلها بسبب انه احنا ما بنقدرش نضمن انه الانزيم دائما على تلاقي مع السبستريت، وكمان ما بنقدرش نتحكم في كمية الماء في كل وصفة غذائية أو في كل منتج غذائي. طبعا كمان مرة احنا بنحكي على استخدامات الأسبرجينيز أبليكيشن testing in potato اللي هو product اللي هي منتجات البطاطا introducing asparaginase in potato processing. Potato based peas are among the food product containing highest level of acrylamide. يعني زي ما احنا في بداية المحاضرة الماضية حكينا ان الأكريلاميد أعلى نسبة فيه اللي هو الشيبس، طبعا هذه منتج من أساسه من البطاطا. It is directly correlated with very high level of free asparaginase asparagine naturally present in potato compared with cereal and grains في الحبوب الغذائية. وبالتالي احنا بنعرف انه الاكريلاميد موجود بكميات كبيرة في المنتجات اللي هي اساسها البطاطا، لانه الحامض الاميني الاسبراجين موجود بكميات كبيرة في المنتجات هذه او في المواد هذه، وبالتالي طبعا لازم يكون في عندنا اسبرج اللي هي اكريلاميد بكميات اكبر. Level of acrylamide sliced potato range from 5 to 4215 part billion with medium اللي هو في المتوسط 528 بارت بيرميل. طبعا احنا نشوف كيف الاكريلاميد بتكون. لو احنا عندنا هذه شريحة من البطاطا، اصبع بطاطا قليناه او بدنا نقليه، وبالتالي وين الاكريلاميد حيكون بكميات الاكثر حيكون وين في اللي هو اكريلاميد فورميشن تيك بليس ان ذا اوتر بارت اوف بوتاتو وير تمبريتشر اكتر من ايش 120 درجة 200. اذا البطاطا احنا لما نقليها اللي هي فيها الاسبراجين، وبالتالي كمية بيحصل عندنا اللي هو الميلر رياكشن، وبالتالي بتكون اللي هو الكمية هذه اللي هي على السطح. احنا هيك نشوف البطاطا لونها للبني او الشكل الذهبي اللي بيخلينا نغرينا دايما ناكل البطاطا هو اللون، لأنه بتكون على السطح الخارجي. الأسبرجين and sugar are transported to surface with the evaporating water. طبعا احنا لما نحكي ليش بيتكون هنا الأكريلاميد، لأنه الأسبرجين اللي موجود في داخل قطعة البطاطا هذه بتترحل أو بتمشي للخارج، لأنه إيش مع الحرارة بتتكون بتخرج للخارج، وبالتالي بتكون فيها temperature in the core حوالي 105 في البرة 120، لكن في وسط إصبع البطاطا المقلي بيكون حوالي من 100 ل 105، وهذه كافي. كمان مرة temperature in the crust حوالي 120، الكراست اللي هي القشرة الخارجية حوالي 120، وبالتالي احنا بنشوف اللون الذهبي البني هذا اللي هو الجميل جدا في إصبع البطاطا نتيجة تكون كميات من الأكريلاميد، أو اللون اللي هو اللي كمان اللي هي الكارماليزيشن عملية الكارمل اللي موجودة على سطح إصبع البطاطا. طيب احنا وهنا شيء، وهنا بحب بالمناسبة أحكي لكم اللي هو ما يحدث في الصناعات الغذائية industrial process،
وفي اللي هو في المختبر. طبعا انا حكيت من البدايه على الانزيم الاسبرجي، وين كنتش بدي احطه الانزيم الاسبرجي، كيف بدي احطه الانزيم الاسبرانجيز على الماده الغذائيه وحتى اخذ تاثيرها يقلل لي الاكريلامايد. فعندنا في الحالتين، في حاله الصناعه وفي حاله المختبر، حتى نعرف كيف بينتجوا لنا الشيبس احنا او المنتجات هذه في الصناعات الغذائيه. في عندنا كنترول اند سورتنج، اول ما يتصل البطاطا للمصنع بتتم عمليه عزلها وتصنيفها، بيعديها المرحله الثانيه اللي هي ستيم بيلينج، هي التقشير، وبعد التقشير في الكاتنج للقطع اللي هي سورتنج الفرز. بعد التقطيع بيتم فرزها حسب الحجم، طبعا الحجم المرغوب. في عندنا حاجة بتحصل اسمها بلانشينج 30 من 10 ل 30 دقيقة في درجة حرارة من 60 ل 85 درجة مئوية. بلانش هذه هي الهدف منها بالدرجة الأولى، اللي هو stop enzyme action which can cause loss of flavor, color and texture. It also will wilt or soften in vegetable and make them to easier to bake. وبالتالي عملية بلانشينج عملية مهمة جدا، ويمكن احنا بنشوفها، لكن احنا بنشوف مواد خضروات مفرزة موجودة عندنا في باكيتات وتباع لنا. عملية البلانشينج عملية مهمة جدا لعملية التفريز وعملية إنتاج الخضروات وتعليبها إلى آخره. ليش؟ لأن عملية البلانشينج هي بالدرجة الأولى عملية تسخين للمنتج لغاية 85 درجة مئوية أو 70 أو اللي بيختارها المصنع، طبعا حسب الخضروات اللي احنا بدنا نفرزها في النهاية. وهدفها وقف الانزيمات، لانه بتعرفوا اي ماده احنا بنقطفها عن الشجره ونتيجة في الوضع تبدا عمليه التحلل فيها، تبدا وتخرب في المنتج في الماده هذه او الخضره هذه. وبالتالي احنا حتى نحافظ عليها بنغليها لفتره بسيطه وبنحطها في ميه سخنه لفتره بسيطه، وبعديها مباشره بنشيلها وبنحطها في ماده فيها ثلج، ماء بارد جدا. وبالتالي العملية هذه احنا قضينا على الانزيمات اللي حتخرب الخضرة، وبالتالي حفظنا عليها ورجعناها لدرجة حرارتها الطبيعية بتوسط تبريدها بالثلج. المرحلة الأخرى من عملياتها طبعا احنا ممكن نحكي عليها كثير على عملية البلانشينج، ولكن هي بالدرجة الأولى المحافظة على المنتج. وبالتالي احنا البطاطا اللي أخذناها عملناها لكل المراحل هذه، وعملناها بلانشينج على 15 ل 30 دقيقة، وضفنا عليها بعدها اللي هي بدرجة حرارة 85. بعدها بتيجي عملية إضافة اللي هي SAPP and glucose dip ل 30 ل 60 ثانية حوالي دقيقة. هذه الإيش اللي SAPP اللي هي عبارة عن اللي هي صوديوم أسيد برو بيرو فوسفيت، طبعا زي محلول اللي هو محلول هذا محافظة to control the final color، محافظة على اللون طبعا لمدة قليلة. والجلوكوز طبعا اللي هو المحافظة على المادة أو المنتج الغذائي. طبعا بيجي اللي بعديها تجفف لمدة 10 دقائق، 10 دقائق ل 85 درجة مئوية. وبعديها بتصير عملية اللي هو partially frying. رينج لي ايش اللي هي 60 ثاني ايضا على 75، 175 ل 185 95 درجة. بعديها ايش بفرز للبطاطا اللي انتجتها. طبعا اللي هو بارشلي فراينج اللي هي انت بدك تاخذ منتج في الصناعة مش جاهز مباشرة للاكل، بتاخده بتحطه بتسخنه او بتقليه، وبالتالي بتنتج المادة اللي بدك. هذا كلياته في الصناعة. لكن في المختبر احنا بدنا نعمل ونشوف كيف تأثير الأنزيم الأسبرجينيز على المنتج الغذائي في أي مرحلة من المراحل الصناعات الغذائية هذه. احنا بدنا نضيف الأنزيم ونشوف تأثيره على تقليل كميات الأكريلامايد. فاحنا عملية الهاند بيلينج
طبعا ما نحن فيش عندنا أجهزة، فإحنا بنعمل تقشير بواسطة إيدينا، بنقطع بواسطة إيدينا بالسكينة. طبعا عملية البلانشينج نفس الشيء، بس الكمية اختلفت، الوقت اختلف مع درجات الحرارة على إيش، على 70 درجة مئوية. بعدين دب إن ووتر أور إنزايم، وهنا إيش، هنا إحنا بنضيف الإنزيم. يعني المرحلة هذه مقابلة بعد البليشنج، بعد اللي هي إضافة الأس إس بي بي أند جلوكوز، هنا إحنا بنضيف الإنزيم بكمياته وبتركيزه اللي إحنا بنحضرها، بنضيفها على البطاطا هذا المنتج الغذائي لمدة 60 ثانية، دقيقة واحدة، وبالتالي على درجة حرارة من 40 لخمسة وخمسة وخمسين. ليش الدرجة الحرارة هذه ما كانتش أعلى من هيك؟ حتى نحافظ على فعالية الإنزيم. بعدها بنشفها، وبعدها بنعملها اللي هو القليب الجزئي، وبعدها بنفرزها. وبعدين فرينج اللي بعديها ممكن احنا نقليها بعد التفريز حتى نفحصها. بنقلي البطاطا اللي هي فرينج على 3 دقائق على 175، زي هذه بالضبط، زي اللي كانت الصناعة الغذائية. وبعدها بنعمل ايش؟ بنعمل الاكريلاماين اناليسيس. هذا ما يطبق في المختبر عندنا في المختبر، لكن في الصناعات الغذائية ما فيش داعي كل مرة يعملوا اكريلاميد الاناليسز، لانهم بكونوا عارفين قديش كميته عملوه وجهزوا للاشياء هذه. طيب لما اخذنا الكلام هذا كلياته، لما اخذنا الاكريلاميد ليفل ان فرنش فرايز ميد فروم بلانش بطاطو ستيكس وذ ذات جيفن نو تريتمنت، اللي هي الكنترول، اللي هي بعديها اللي اي كان في عنا 1 minute drop in water, zero or enzyme solution increase dose. وبعدين احنا كمان احنا هذه مع تراكيز اللي هي عملنا بلينشنج، وبعديها عملنا بلانشنج، وبعدين عملنا اللي هو تراكيز مختلفة من الانزيم. يعني احنا اضفنا تراكيز مختلفة في المرحلة هذه، في مرحلة إضافة الإنزيم في المرحلة هذه بالضبط، وبعدها بتراكيز مختلفة. كانت التراكيز زي ما انتم شايفين من صفر، ما أضفناش الإنزيم، أضفنا 1000 وحدة لكل لتر، أضفنا 4000، 8000، 10000، أو أضفنا إيش، زيرو اللي هو البيرسنت اللي هو 20 دقيقة. إيه كمان مرة، البلانش بوتاتو تيسك سوكت ان ووتر فور 20 مينيت انستيد اوف 1 مينيت ديب، وبالتالي كان تركيز اللي هو ال 20 دقيقة. زي ما انتم ملاحظين هنا، 1 متر ديب at the highest level asparaginase توج gave an acrylamide reaction حوالي 59%. زي ما انتم ملاحظين هنا، حان اقل من 300 كانت في عندي حوالي هلا 800، وبالتالي تقريبا التركيز او الاضافة كانت اقل من اللي هو حوالي 59%. To compare that achieve with 2 minute soaked on water 58. وبالتالي كان في عندي تقريبا الحالتين هنا، اني انا ما اضفتش الانزيم، ولكن أضفت البطاطا على مدة 20 دقيقة في اللي هو كان فيه تقريبا التقليل من الأكريلاميد بنفس النتيجة. وهذه تدينا كمان مرة اللي هو احنا كسبنا دقيقة واحدة. احنا بنحكي على دقيقة واحدة اللي هو أضفنا الإنزيم عليها وأخذنا مفعول، كأنه احنا أضفنا وضعنا البطاطا في حوالي مدة 20 دقيقة. طبعا هذه في الصناعات الغذائية إلها فرق كبير في الوقت، لأنه أنا إذا بدي أستنى 20 دقيقة لآخذ نفس المنتج، لا، أنا بقدر أضيف كميات أنزيم على البطاطا وآخذ نفس النتيجة. لكن في المجمل إضافة كميات مختلفة من الأنزيم على البطاطا هذه أدانا تقليل لكميات الأسبرجين. The longer water soaks work by washing out more sugar and asparagine from the potatoes. وبالتالي ليش التفسير هذا اللي أنا أضفت فيه إنزيم كميات الإنزيم وأخذت نفس نتيجة اللي هي عملية نقع البطاطا في الماء لمدة 20 دقيقة؟ لأنه إحنا بعملية
ترك البطاطا في الماء لمدة 20 دقيقة سبب إنه ووشنج أوت. إيش ووشنج أوت؟ مور شوجر أند أسبراجين، وبالتالي راحت ذابت جزء كبير من الماء من السكريات، وذاب كبير جزء من اللي هو الأسبراجين، وبالتالي خف كمية الأكريمات. هذا التفسير العلمي المنطقي ليش كانت النتيجة هذه مساوية للنتيجة هذه. لكن في المجمل كمان مرة الأكريلامايند بيقل باستخدام الأنزيم. This illustrates that the time required for certain level of reduction in is in decrease in significantly in the presence of asparaginase. كمان وجود الأسبراجينيز بيقلل من كميات الأكريلامايند حتى في البطاطا. طبعا كمان مرة في عنا سلايدز بوتيتو شيبس، كمان مرة هذه اللي هي الإضافات اللي احنا بنحكي عليها في المصنع من عملية الكنترول، بريسيف بيلينج التقشير بالقشط، سلايسينج اللي هي التقطيع، وبالتالي الأوبشنال بليشينج اللي هي حوالي من 80 ل 85 لمدة دقيقتين، فايرينج فراينج اللي هي من 4 دقائق على درجة حرارة 95، سيزنينج اللي هي عملية التتبيل، وبعديها الباكج حتى نصنع ايش؟ نصنع من انواع الشيبسات اللي احنا بنعرفها. وبالتالي في المختبر عندنا هنا عملية اضافة الانزيم كمان مرة بتيجي بعد عملية بلانشينج 1 دقيقة ل 85، والانزيم يعالج لمدة 15 دقيقة على 40 درجة مئوية، واللي فراينج اللي هي حوالي من 2 ونص. حتى انا فيش انا بارشلي، ليش فيش بارشلي فراينج اللي هي ايش؟ لانه احنا بنحكي على منتج حيجهز خلص، مش حنستناه للتخزين، مش حنخزنه في الثلاجات لغاية لما يعاود يخليه كمان مرة. زي ما انتم شايفين في الشيبس بيطلع جاهز وبتبكت وبتخزن بعديها جاهز. وبالتالي هنا النتائج كمان مش شايفين، في عندي اللي هو الفيجر اكريلامايد ليفل ان بلانشت سلايد بوتيتو شيبس تريتمنت اللي تريتد فور 10 اور 180 مينتس، في حوالي اللي هو من 10 ل حوالي 180 دقيقة، على 10 أو 180 على درجة حرارة 50 درجة مئوية and water or enzyme solution. وبالتالي في عندي في اللي هنا أنا استعملت البليشنج، بعد البليشنج ماء أو استخدمت إيش؟ استخدمت الإنزيم. فالعشرة هي تقريبا للوقت، وال180 أيضا الوقت. لكن هنا في عندي حالتين، هنا استعملت الماء وهنا استعملت ايش؟ بعد البليشنج استعملت اللي هو الاضافة الانزيم في 10 دقائق او في 180 دقيقة. زي ما انتم ملاحظين في الحالتين كان في عندي هنا تقليل كميات كبيرة جدا اللي هو الاكريلامايد، وهنا كان عندي للماء في هنا للماء. بس ما انتم شايفين الماء ترك المنتج في الماء لمدة 180 دقيقة او ترك المنتج مع الانزيم لمدة 10 دقائق تقريبا ادوني نفس النتائج. لكن واضح جدا اللي هو الانزيم مع اللي هو المنتج اداني تقليل كميات كبيرة. لكن هنا انا استعملت الانزيم كمية واحدة من الانزيم، لكن هنا استعملت 5 كميات من الانزيم على مدة 180 دقيقة. وهنا كمان مرة برجع أحكي لكم، طبعا التجارب هذه مفيدة جدا. أنا ليش أستعمل 5 أضعاف من كميات الإنزيم؟ ممكن أستعمل كمية واحدة من الإنزيم تديني نفس إيش؟ نفس النتيجة. لكن these two treatment هذول التنتين كانوا similar give acrylamide reduction من 660 بارت بالمينيوم ل 600 acrylamide, but require a very different length of different time. هنا كمان لاحظوا كمان هدول حكينا عليهم، هنا من 180 في الماء، وهنا اللي هو حوالي اللي هو 10، من 180 دقيقة ل 10 دقائق كان في عندي نفس النتائج باستخدام الانزيم. لكن بالنسبة للفيجر هذا في حاجة ملاحظة لازم تفهموها كويس، ولازم انتوا تدوروا عليها وتجاوبوني فيها. Explain why acrylamide increase after 10 minutes soaked in water. ليش بيتم زيادة
الأكريلاميد اللي هو على في بعد 10 دقائق من إنه إيش في الماء. طبعا هذا بتركها لكم حتى تجاوبوا عليها وتدوروا عليها وتشوفوها، وربما تكون النتيجة حكيناها في أو الإجابة حكيناها فيها قبل. في بالنسبة للي هي الدو بيست بوتيتو برودكتس، في منتجات أيضا في العجنة الغذائية، أنا بستعمل منتجات البطاطا ولكن مش البطاطا لوحدها. The starch based material can compress from 25 to 100 potato flask. ممكن البطاطا تكون موجودة بكميات من 25 ل 100%، لكن هذا بيختلف. Innovation with balance اللي هو from 0 to about 75% being other starch containing انجريدينتس such as في عندي هذه اللي هو البوتاتو فلاور، طحين البطاطا، بطاطو جرانيولز، كورن فلاور هو طحين الذرة، ماسا كورن اللي هو فلاور، او كورن جريت او الكورن ميل، او الرايس فلاور، او التابويكا. تابويكا هذه اللي هي تبوكا اللي هي هذه منتجات أيضا، منتجات حلوة، مستحضر نشوي أيضا. في عندي باك ويت فلاور، الحنطة السوداء، أو الرايس فلاور، الرز، أو الأوت فلاور، الشوفان، أو البي فلاور، أو بارلي الشعير. كل هذه منتجات إحنا بنعرفها بتكون اللي هو في بعض، يعني بعض الشبسات أو بعض المنتجات اللي أصلها البطاطا بتكونش بطاطا 100%، بكون مضاف إلها مواد أخرى معجون فيها وعملناها بنفس الطريقة وأنتجناها. طبعا المنتجات هذه كمان مرة اللي هي بنسميها fabricated potato chips using، اللي هي هذه fabricated لأنه إذا بتلاحظوا في بطاطا مش هي كلها شيبس، مش كلها الشيبسات هذول مش كلها بطاطا موجودة، فيها منتجات أخرى فبنسميها fabricated. يعني ممكن يكون مضاف على البطاطا أيضا منتجات من المنتجات هذه كلها مخلوطة في خلطة معينة وأنتجوا منها قطعة الشيبس هذه وأنتجوها وصنعوها وسوقوها، وبالتالي اللي هي الفابريكيتد بوتاتو شيبس يوزنج انكريز ليفل اوف انزيم اند دوت دوز، اللي هي احنا بنشوف من زيرو لحوالي 210 ب 1050 2000 لحوالي 4000. فالمنتجات هذه كان الاكريلامايد فيها لما ما استعملناش الانزيم كانت حوالي 5010 و20، ولكن لما استعملنا الانزيم كانت واضح جدا انه في تقليل لكميات الاكريلامايد، كانت اقل فيها تقريبا لحوالي 10 لما استعملنا اللي هو بارت بير مليون للبليون. طبعا لما كان استعملنا 4200 وحدة من الأنزيم في استخدامنا للكيلوغرام من العجم. When chips were made with the water content 40%, a very efficient reduction achieved up to 95% and very clear dose اللي هي responsible was seen. بالنسبة للفيجر هذا كنتم ملاحظين يعني تقليل بكميات كبيرة جدا للأكريلامايد اللي هو بحب أذكره كمان هو كارسينوجينيك، يعتبر كارسينوجينيك في المنتجات هذه كلها هي.